السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج ساي بلاكس، وده طبعا خاص بالإنارة. تيجي هنا بتلاقي اللايتنج، فتقدر ان انت تحط لايتنج دي لايت، بيقولك اختار السكاي بتاعك تمام. فممكن تعرف ان في باي ديت او ابلكيشن، ممكن تقول له اناليسيس وتحدد المكان اللي انت موجود فيه واللوكيشن، وتقول له عرض وتقول له اكسبت. طيب عايز ابدا اوزع بقى الاناره، فممكن اوزعها على اي لايتنج بالشكل دوت، من هنا مثلا لهنا. فبيبدا يقول لي التوزيع بتاعك هيبقى عامل ازاي. ممكن تختار مثلا حاجه بالشكل دوت، الارتفاع بتاعك، نوع الاناره وليكن مثلا داونلود ليد، الدايركشن بتاعي، عايز كام لايتنج فيها بالشكل ده. هنا الديستريبيوشن، ممكن بعد كده اروح اقول له انا عايز اخد كوبي، بيقول لي انت عايز تنسخ ايه، هقول له الانترنال لايتنج واروح معلم عليهم بالشكل دوت. وادوس شيفت على اساس ان هم يجوا مظبوطين معايا بالشكل ده وهكذا. هو بيشوف المفروض ان هم كام، لكن تقدر ان انت تعدل زي ما انت عايز. ممكن تقول له كوبي، وانسخ دول كده، ادوس رايت كليك واروح داس شيفت عشان يجوا معاهم مظبوطين. ممكن تعمل كوبي لدي بس، تقول له كوبي، تعمل سيلكت على الإنارة ديت وتنسخها بالشكل دوت. وممكن دي نعمل لها موف، بعد ما تحدد تدوس رايت كليك. بعد كده انت هنا بتشوف الحاجة 3D، ممكن تقول له فيو ريزولت، بس قبليها بتقول له ابديت ريزولت. بعد كده هاجي هنا اقول له فيو ريزولت، فيبدأ يوريني الانارة، فاعرف فين الانارة واقدر اعدي عليها. ممكن اقول له ابديت، فبياخد يرفع الموديل دوت على السيرفر، وده بيأهله برضو ان هو يدخل اوتوماتيك على الريفت لو نربطه بالريفت. فبيقول لي ابديت بروسيس ريزولت،